ناس تانية كمان في ناس قدرتها على التحمل أكتر من قدرة ناس تانية. فإذا كنت حاسس إنك قد عم تعاني فتأكد إنك مو لحالك. إذا كنت حاسس إنك أنت عم تواجه هاي الصعوبات بنفسية مو كتير قوية، فكمان عارف إنه أنت مو لحالك، وإنه جد البشر طاقتهم النفسية طاقتهم إنه هنن يتحملوا المصاعب جد بتختلف من شخص لشخص، بتختلف من فترة لفترة. فإذا حسينا بالضعف لفترة من الفترات فهاد شيء أبدا أبدا مو عيب، ومو معناه إنه الحياة هيك رح تضل. لا، يعني أنا من تجربة طويلة عريضة بقدر لكم إنه الحياة بالعموم عن جد هي يعني مجموعة من المصاعب، بس الإنسان يوم عن يوم بيصير أقوى. مو كل الناس بيصيروا أقوى، هاي مشان كمان كون صريحة معك. كتير في ناس بتهرب من إنها تواجه مشاكلها، فبيبينوا أقوياء لفترة طويلة وبعدين بينهاروا. فسواء بينا حالنا إننا أقوياء ونهرنا أو مباشرة نهرنا، السر هو إنه الواحد يقرر إنه أنا عن جد بقدر أقوي حالي. المشاكل ما رح تنتهي، المصاعب ما رح تنتهي، بس نحن عن جد بنقدر نصير أقوى. ومعنا إذا صرنا أقوى يعني خلص رح تجي المشكلة ما نحس فيها، لا، رح نحس فيها ورح نعاني ورح نتألم، بس بطريقة هيك أكتر قوة أكتر حكمة. ما رح تنهي حياتنا، ما رح تدمر كل شي حوالينا، ما رح نصير نأذي الناس اللي حوالينا لأننا تعبانين، لا، رح نصير هيك أكتر رواق أكتر هدوء. وقت المشاكل رح نكون على يقين إنه هاي المشكلة مثل كتير مشاكل تانية إجت رح تروح، رح تستمر الحياة. شوي شوي كل ما طلعتوا من مشكلة حسيتوا حالكم أقوى، هاد الشي بيعطيكم قوة إنه بس تكونوا عانين بالمشكلة إنه أنا آخر مشكلة صارت معي طلعت منها أقوى ولو شوي. فهي المشكلة نفس الشي وهي المشكلة نفس الشي. فنحاول نركز على الشي المختلف بالمشاكل واللي هو بارت المناعة، يعني إنه نحاول ننظر لهي المشاكل إنه هي عم تعطينا مناعة نقدر نواجه فيها الحياة كل ما صارت أصعب. هي من ناحية. من ناحية تانية أنا هي شغلة كتير مؤمنة فيها، بحس إنه أنا كل ما صارت معي مشاكل أكتر عم يتولد عندي شعور أنا فرحانة فيه، مش صغيري لا، يقول إنه ما أنا مستاهل. شعور بإني أنا بقدر أقدر آلام الآخرين، بقدر أحس فيها. قبل ما كنت هيك، قبل إذا شفت حد عم يعاني من قصة ويحكي فيها طلع هيك إنه ليه ما يكون قوي أو ليه ما تكون قوية أو ليش كتير طولوا ليطلعوا من القصة. هلأ بحس إنه لا، إني صرت أهدى وصرت هيك قدر أتعاطف مع الناس أكتر، أفهم وجعها أكتر، حتى لو ما قدرت ساعدهم بس على القليلة ما بحكم عليهم وما بنصر، بسكت إنه أكتر شي بقدر أعمله إنه كيف بقدر ساعدكم. وبظن يعني من أكبر المساعدات اللي ممكن إنه نقدمها للآخرين هي إنه نحن نتفهم الوجع تبعهم، ما نشمت فيه، ما نقلل منه. في عالم كتير ماسكين مسطرة للألم والمشاكل، كل ما حكيت لهم مشكلة لا فلان عنده المشكلة الأكبر، أنا عندي المشكلة الأكبر. أوكي، يعني هي ما أنا مسابقة، الألم ألم، معاناة معاناة، سواء كانت القصة هالقد أو هالقد. فهون بحس إني أنا فخورة بحالي إني أنا صرت هذا الشخص اللي بينظر لآلام الناس بهالشكل، إنه سواء كانت مشكلتك هالقد أو هالقد أنا بنظر لحجم الألم اللي مسببت لك
فيها بتعاطف على هذا الأساس، فبقول إنه أوكي بجوز كل هالمشاكل والمصايب كان في هيك، مو إنه سبب منها إنه كان في معنى، كان في معنى وأنا عن جد تعلمته، كان في درس قدرت أتعلمه. فيا بقدر أقول لك إنه شو ما قالوا لك الناس، إذا أنت صاير معك مشكلة أو عم تمر بظرف أو مضغوط، فإذا الألم اللي حاسه كتير كبير فهو كتير كبير، ما تسمع لأي حدا يحسك إنه مو مستاهلة، لا، طالما هي مسببت لك ألم فهي مستاهلة. شغلة تانية، طالما أنت حاسس بهذا الألم فألمك حقيقي. كتير في ناس بيسمون الأشخاص السامين، أنا بحس يعني أهم صفاتهم لهدول الأشخاص اللي ممكن نحن نكون حدا منهم يعني بالنسبة للآخرين، هي الناس اللي بتشككك بإحساسك إنه لا ألمك مو حقيقي. دول الأشخاص يعني حاولوا جهدكم إنه مو تبعدوا عنهم، بس حطوا لهم حدود، لأنه الألم حقيقي، سواء كان ألم جسدي أو ألم نفسي، عم يأكل بعقلك، والقصص هاي عم يمنعك من النوم، عم يوترك وقت الامتحانات والفحص، وألمك حجمه الحقيقي هو فعلا الحجم اللي انت بتحس فيه. في عالم إذا تعبت نفسيتها فعلا بيحكوا انه هن عم يحسوا بأعراض جسدية، قلبهم عم يوجعهم، صدرهم كابس عليهم، مفاصلهم عم توجعهم، نفسيا هيك بيحسوا. فيجي حدا هيك ويقول له لا انت مكبر الموضوع، انت مو هيك حاسس. فما تسمحوا لهي الناس تلعب بعقلكم، احيانا هيك ناس بتحكي الكلام بتمشي، وطل الكلام عم يدور براسنا، فبس بده يدور كلام براسكم. تذكروا الجملة انه ألمك حقيقي، وألمك بيستحق انك انت تعبر عنه. حجمه الحقيقي هو فعلا الحجم اللي انت حاسس فيه. فيعني اتمنى هيك هالفكرة تضل ببالكم وتساعدكم هيك تخفف عنكم. شغلة تانية بدي احكي لك اياها، جلد الذات اللي انا مؤمنة انه معظمنا بنعاني منه، بالذات نحن الاشخاص القلقين المتوترين اللي متفرج على ASMR، شو ما عملنا شغلة منيحة او شوي هيك مو ظابطة، دغري مباشرة في صوت براسنا ببلش تلاقي يحكي كلام جدا جدا قاسي، ويخلينا نحس بهي ضيقة النفس، وما عاد نقدر ننام ونتوتر. نصيحتي إلك، حاول انه يكون الصوت اللي جوا راسك لطيف، بلطافة صوتك لما تكون عم توازي صديق. غالبا لما صديق يجي يحكي لك والله قدمت على الشغل الفلاني وما مشي حال المقابلة، ما رح تقول له كلام سيء، رح تقول له كلام منيح انه خلص انت عملت احسن شي بتقدر عليه، وهي المقابلة فرصة لتتدرب على مقابلات تانية، واكيد الموضوع فيه منه خير. بس غالبا لما نحن نروح وما نتوفق بمقابلة، نحن الناس اللي منجلد ذاتنا بلش نحكي كلام جدا قاسي، انت غلطان، انت مقصر، انت ما عملت هيك، انت ما سويت هيك، لازم تسوي هيك. فنحاول بس ليشتغل هذا الصوت الداخلي، صوت الجلاد الذاتي اللي جواتنا، ناخد نفس ونفكر لو حدا مقرب مني، حدا بحبه، حدا عزيز علي، صار معه الموقف، شو كنت رح قله؟ طب ليش قادر قله هاد الكلام اللطيف وماني قادر قوله لحالي؟ فهاي الشغلة كمان كتير كتير ساعدتني بآخر فترة لحديت هلأ. طبعا يعني بجلد ذاتي على كتير شغلات، بس برجع بوقف حالي انه ستوب تانية، شي اللي عم تعملي مانو صح، كوني لطيفة مع نفسك قدر الامكان. بايك. شغلة كمان بدي انصحك فيها، موضوع التنفس. قديش كنت اسمع انا شغلات عن التنفس
واللحادة، فما بتتخيل أهمية التنفس لصحتنا الجسدية وصحتنا النفسية والعقلية. عم حاول آخر فترة أنا إني ألزم حالي ولو بدقيقتين تنفس وهيك رواق. تخيل يعني أنت دقيقتين تنفس عم حسهم صعبين، فقديش نحنا ما منركز على أنه نفوت أكسجين لجسمنا. فشت نصيحة، إذا بتقدر تخصص ولو دقيقتين يوميا لحتى تبلش تتنفس، بعدين كل يوم عن يوم يزيدوا عدد دقايق. وكمان لما تواجه ظرف صعب، شي يخليك تحس بالتوتر أو مشكلة مع صديق أو مع حدا من العيلة، ما تعطي انفعال مباشرة. نحن الأشخاص اللي بننفعل بعدها بنندم، وغالبا بنتأثر نحن، بتأثر صحتنا، عقلنا، جسمنا. فالتنفس عن جد أنا هي يعني فصاحة قديش استفدت منها لما نكون متوترة إنه في شغلة ممكن تصير أو ممكن ما تصير، أو اختلف بوجهات النظر بطريقة مو لطيفة مع حدا بيهمني، فأنا أقعد خلص أنا ما بدي أحكي ولا كلمة، أنا بستي أتنفس. فعلا أقعد ركز على نفسي، فبحس إنه قولي الحكي اللي كنت بدي أحكيه وهلا الحكي اللي حكيته، أوف الفعل اللي كنت بدي أعمله هلا الفعل اللي هلا عم بعمله. فجد هاي الفكرة كتير كتير مهمة. آخر شغلة بدي أحكي لك ياها، إنه جد أنت مانك لحالك، جد يعني أنا متمنية من كل قلبي تكونوا حاسين هاي القناة فعلا مو بس مجرد قناة على اليوتيوب، هي عن جد عيلة بتخاف عليك، بتهتم فيك، بتهتم بصحتك أكتر من مجرد إنه عم نعمل كونتنت وإنتو عم تتابعوا وتحطوا لايك وتعليق. أنا عن جد من كل قلبي، ما بيطلع من قلبي إنه نزل فيديو بحس حالي في قلقة ومتوترة، بحس إنه هاد الشي رح ينعكس عليكم. فبحس إنه هاي الفيديوهات إنتو عم تشوفوها بحالة نفسية ما بتكونوا كتير يعني بأحسن حالة، فلازم إنه عن جد تساعدكم على الاسترخاء، عن جد تساعدكم إنه إنتو تروقوا. بحسوا بحساب الكلمة قبل ما أحكيها، بقول إنه هالكلمة فعلا رح تحفر بأذهانكم. فمن كل قلبي بتمنى إنه عن جد تحسوا بالأمان اللي أنا عن جد حابة إنه تحسوا فيه بهالقناة. بتمنى إنه الفيديوهات على طول تكون هيك شي خفيف ولطيف يحسسكم إنه عن جد إنتو مو لحالكم. يعني أنا بحاول جهدي فيديوهات تكون تفاعلية مشان تحسوا إنه عن جد جواي الشاشة في رفيق، في رفيقة فعلا بيهتموا بأمركم، وإنه بدهم ياكن ما تحسوا إنه إنتو لحالكم، إنه حدا عن جد مهتم يدردش معكم، يسمع أخباركم، حتى يحكي لكم إنه عن جد إنتو مو لحالكم. وإنه مثل ما بحكي لكم كالعادة، الحسن شعور طبيعي، مو طبيعي إنه نحن نضل نهرب منه. الحسن شعور طبيعي، لازم نحسن ونطلع مشاعر الحزن شوي شوي، نتعلم منها ونقوي حالنا أكتر وأكتر. أهم شي تعرفوا إنه عن جد إنتو مو لحالكم، وهي مساحة عن جد لكل الناس اللي هنن حاسين بالوحدة، بيحسوا بالقلق قبل النوم إنه يحكوا أنا كمان بحس بالوحدة، أنا كمان بقلق قبل النوم، أنا كمان تجيني أيام كتير بكتئب. فيا بتتأمل مني أنا يا مولا، كتير ساعات وكتير أيام بحس بالوحدة مع إنه كتير في حوالي عالم، بس عن جد وجودكم أنا بيانيلي بحسسني إنه لا عن جد لما تكتبوا لي تعليقات بحس إنه أنا عن جد مو لحالي وأنتم موجودين، إني أنا بقدر فضفض لكم وأنتم رح تفهموا علي. في بحياتي ناس فعلا فضفض لهم بيفهموا علي، بس وجودكم، وجود هذا العدد الكتير كبير بحسسني إنه
القصص هاي وكتير بحس فيكم، بحس لما بتحكوا عن القلق أنا بقلق قبل النوم كتير، بحس لما بتحكوا عن الاكتئاب بحس بكتير.